التحسينات على تجربة ليغو لالتقاط الأمواج الثقالية على وشك الانتهاء للبدء بالعمل. تكتمل في هذه الفترة التحضيرات الأخيرة لاستهلال التجارب العلمية في مشروع ليغو أو Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory، مشروع مراقبة الأمواج الثقالية باستخدام تداخل أشعة الليزر، والذي يفترض أن يعود للعمل في منتصف أيلول الحالي. صمم مشروع ليغو من قبل مؤسستي MIT وكالتك بغرض الكشف عن الأمواج الثقالية بتمويل من مؤسسة العلوم الوطنية National Science Foundation NSF، ويتكون من أجهزة موجودة في لافينغستون بولاية لويزيانا الأمريكية وهانفورد في واشنطن. أجدير بالذكر أن أينشتاين تنبأ بوجود الأمواج الثقالية في العام 1916 كأحد نتائج نظرية النسبية العامة، وهي تتولد من الحوادث العنيفة في الكون كانفجار أحد النجوم أو اندماج الثقبين أسودين. وتحمل هذه الأمواج لنا معلومات عن الحوادث التي سببتها وعن طبيعة الجاذبية في الظروف التي لا نستطيع دراستها باستخدام أدوات فلكية أخرى. يقول ديفيد ريتس المدير التنفيذي لمشروع ليغو في مؤسسة كاليتك، تجري محاولة لاكتشاف الأمواج الثقالية منذ 50 عاما، لن تكشف حتى الآن، فهي نادرة جدا وإشارتها ذات سعة صغيرة جدا أيضا. وبرغم أن التشغيلات السابقة لمشروع ليغو لم تكشف عن شيء، إلا أن ليغو المطور سيزيد حساسية المراقبة بمعامل قدره 10، مما يزيد 1000 مرة عدد الأشياء التي يمكن لنا رصدها. يقول ديفيد شماخر قائد فريق MIT في المشروع، عندما نعيد تشغيل برنامج ليغو المطور فإننا سنتمكن بفضل الأجهزة الجديدة من رؤية أحداث أبعد ب3 مرات من السابق، وبذلك سنفحص حجما أكبر للفضاء. تستعمل أجهزة التداخل، وهي بشكل حرف L طول كل منها 4 كيلومتر، أجهزة لشطر أشعة الليزر إلى شعاعين يتحركان ذهابا وإيابا بين مرايا مضبوطة المكان بدقة شديدة في داخل أنابيب مفرغة الهواء. ووفقا لنظرية أينشتاين، فإن المسافة بين المرايا ستتغير بشكل بسيط جدا لو مرت موجة ثقالية في الأرجاء. كان التصميم الأصلي لمشروع ليغو دقيقا لدرجة أنه كان قادرا على اكتشاف أي تغيير ضمن مسافة 4 كيلومتر ولو كان من درجة 1 بالألف من قطر البروتون، وهذا يكافئ قياسنا للمسافة بين الأرض وأحد النجوم القريبة بخطأ لا يتجاوز ثقن شعرة الإنسان. ومشروع ليغو المطور سيكون أقوى بذلك بكثير. بينما لم يستطع مشروع ليغو السابق تأكيد وجود الأمواج الثقالية، فأننا تمكننا من قياس تأثير مثل هذه الأمواج. من خلال مراقبتنا لنظام ثنائي يدعى PSRP-1913-6. يتكون هذا النظام من نجمين نيوترونيين يدوران حول مركز كلة مشترك، وكانت جهة دوران هذين النجمين تتراجع ببطء نتيجة فقدان الطاقة على شكل أمواج ثقالية. هذه الأنظمة الثنائية وفي آخر مراحل تطورها قبل وخلال عملية الاندماج هي الأهداف الأساسية لمشروع ليغو المطور. سيكون الآلية المطورة قادرة على جعلنا نلقي نظرة على آخر دقائق حياة زوجة من الثقوب السوداء وما يقتربان من الاندماج مع بعضهما البعض، وستكون قادرة أيضا على اكتشاف الإشارات التي تصدرها النجوم النوابض البلسارات والتي تصدر أمواجا في المجال بين 10 إلى 1000 هرتز. وسنتمكن كذلك من البحث في الخلفية الثقالية للكون، الأمر الذي سيطلعنا على المزيد حول الكون خلال 10 إلى 35 ثانية للانفجار الكبير.